السلام عليكم، هلا فيكم فيديو ما كنت افكر اني اسويه، لان ما توقعت الناس يبونه لهالدرجه. لكن قبل ما اقول لكم كيف تنزلون الاي او اس 13، نفس موضوع الفيديو تعرفونه، بس قبل ما اقول لكم كيف تنزلون الاي او اس 13 على اجهزتكم، راح احذركم. اول حاجه، ابل اللي هي ابل مو مسؤول عن جهازك، انا مو مسؤول عن جهازك. جهازي يسرب بطاريه، يعني الاي او اس بيتا اللي بتنزلها الحين انتم بتكون في النسخه التجريبيه الثانيه، لكن نسخة التجربة الأولى مثل أنا عندي ما قدرت أصلاً أمشي بالجهاز بدون باتري. الجهاز حقي قوة الباتري حقه، هذا الإعدادات طلعت منها بداية، أوكي، قوة الباتري حقه نزلت إلى الآن تقريباً، يعني الجهاز ما كمل معي سنة الحين، قوة الباتري 90%. البطارية حقتك راح تخترب، الشبك حقتك ما بكويسة، الأبراج، يعني الشبكة هي الأبراج ما تطلع عادل، أحياناً 4G تطفي عندي، أفتح برنامج طلع من برنامج، ما أقدر أسوي إخراج بأي برنامج، أي موفي، أي برنامج ثاني هي بالنسخة التجربة الأولى ما أقدر أسوي لها إخراج. ما اقدر ارد من اي من الاشعارات من فوق. هذه المشاكل اقول لك اياها الحين اللي عرفتها بسرعه، يعني في مشاكل كثيره. حراره في الجهاز بقوه، تحديد البرامج يعلق، مكان تحديد البرامج مو عجبني برضو، فاحيانا ما اصلا البرامج بقدر احدثهم. فراح اقول لك المشاكل هذه، هي يعني جهازك توهق. اذا رحت له بترجع، تبي ترجع حق الاي او اس 12 انك سويت ابديت، انت بتسوي داون جريد الحين، مشاكل اكبر. جهازك راح تفرمته، لازم تركبه في الكمبيوتر وتفرمته. طبعا اذا فرمتها تفقد كل شيء، ما تقدر ترجع الباك اب. اذا سويت نسخه احتياطيه على iOS 13 ما تقدر ترجعها على iOS 12، تتوهق جهازك. فنصيحتي، شوفوا كم مره قلت لكم اياها، ماني مسؤول، ابل مو مسؤوله. جهازك صار فيه خراب تقول لك ابل، يعني ما تروح حق واحد او الايفون حقي كله يعلق، هذا مشكله من الايفون، لا مشكله منك انت. انت نزلت نسخه ما برسميه، ابل دي تقول لك النسخه دي لحق المطورين، النسخه هذه لحق اشخاص علشان يحدثون برامجهم. اللي عندك برنامج حدثون برامجهم على النسخه هذه علشان تسير برامجهم ثابته حق النظام اذا نزل بعدين. نصيحتي لا تنزله، بس مليت من الاشخاص اللي يقولون لي اوكي نبي ننزله، عندنا جهاز ثاني نبي ننزله، فاعطيك اياه تنزله، بس عادي يطفي جهازك ما يشتغل، لازم تدور لك كمبيوتر وتركبه وتفرمته. فبليز بليز بليز ماني مسؤول، ابل ما مسؤوله. شوف كم مره اقول لكم، لان ادري ان في اشخاص بيجون لك او حد حملته واخترب جهازي، ادري بيخترب. انا الحين يعني اللي بتسوي الحين انت جهازك ما راح يشتغل كجهاز طبيعي. ايفون 6s SE 7 8 9 10 11 12 كلهم ذيلي، كلهم ما راح يشتغلون جميع بقوه الاداء عادي. شو اقول لكم، كل شيء في بالك، يعني مثلا برنامج الصور ما يفتح، يعني حط في بالك تستخدم جوال ما في برنامج صور، واتساب ما يفتح عندك، برنامج المكالمات ما تقدر تتكلم، ما تجيك مكالمات، يعني اعطيك جميع المساوئ او جميع السلبيات توقعها اذا حملتها. طبعا ما بكلهم راح يكونون، بعضهم ما راح يصير فيه شيء، بعضهم كنت تستخدم جهازك يعلق مره ومرتين، لكن بقول لك ان قبل ما تحدث، قبل ما تسوي ذي الحركه، حط في بالك انك ترى تتوهق، واذا مشيت معك كويس هذا انت محظوظ، اذا ما مشيت معك كويس ما تقدر تسوي شيء، بتتوهق. تفرمل جهازك، جيب كمبيوتر، نزل السوفت وير، اكتب iOS 12 داونلود، فتح برامج في مواقع حق الداونلود، تحمل اخر سوفت وير حق iOS 12 وتفرمل جهازك بالايتونز، تفتح الايتونز تحطها في جهازك، تضغط شيفت، تروح على الريستور، تضغط عليه، تضغط على الريستور وتفتح لك مستعرض حق كمبيوترك، تختار السوفت وير وتحمله وتفرمل جهازك وترجع من جديد. بس اوكي خلينا نبدا. اسف اذا اخترب جهازك لكن حذرتك. اوكي الحين نبدا، خلاص انت المسؤول عن جهازك، خلصنا من اخترب جهازك كل شيء، ما تقدر تسال اي احد، ابل ما لها شغل فيك، انا ما لي شغل فيك. اوكي اتوقع حذرتكم كثير عشان يجي لاحد يقول لي اخترب جهازي، للاسف ما بذنبي، ذنبك انت. اوكي الحين ايش بنسوي؟ اللينك موجود تحت في الوصف، تضغط الرابط يفتح عندك الصفحه هذه مثل ما نشوف بالضبط، نفس ذي الصفحه اللينك حقي، فانا اقدر احدث الصفحات، اذا اخترب شيء ما اقدر احمل انا اغيرهم مع الوقت. اذا عندك البرنامج تضغط على برنامج هنا، عندك دروب بوكس، ما عندك دروب بوكس وافضل انك تضغط على طول هنا، شفت تحت الكلمه كونتينيو تو ويب سايت، اضغط عليه. اوكي افتح لنا كذا مثل ما نشوفه. ايش بنسوي؟ انت على حسب الجهاز حقك، تبي تحدث الايباد، تبي تحدث الماك، تبي تحدث الابل تي في حقك، تبي تحدث ساعه ابل، انت بكيفك. اقرا هذه بليز، اي كل شخص يفتح الرابط هذا يقرا هذه، مهم جدا هنا. اوكي جينا الحين نقول بنحدث الايفون، نبحث عن الايفون، ما حصلنا الايفون. راح ارفع لكم ارجع دقيقه. اوكي اتضح ان نسخه الايباد انها نفس الشيء اصلا، الايباد والايفون هو الاي او اس، يعني صح ان ابل غيرت سمه ايباد او اس وذاك ايفون او اس، لكن هذه النسخه نفسها مثل مكتوب هنا، كما واضح عندكم. ايوه الاي او اس، نضغط عليها نفتحها كذا، نضغط داونلود، نضغط دايركت داونلود،
ننتظر شوي، يفتح لنا الصفحة، نضغط allow. خلاص شو نسوي الحين؟ نخش الإعدادات، نخش عام، ننزل تحت، نخش بروفايل. هذا هو، هذا البروفايل، نحسب 1 2 3 4 بروفايل، هذا موجود، نضغط عليه. هذه النسخة مثل ما نشوف، هي الاي او اس 13 والايباد او اس نفس النسخة، نضغط عليها، نضغط انستول، انستول، انستول. نحط رقم سري اذا كان عندنا على الجهاز رقم سري، اذا ما عندنا خلاص نضغط هنا، بيطفي الجهاز ويشتغل. هذه الحركة لحق الايفون، لحق الايباد. الابل واتش نفس الحركة، تضغط على البروفايل حق الابل واتش، لكن راح ينزل عندك في الجوال في برنامج الابل واتش. مثل ما نشوف هنا، لو نسوي الحركة، هذا الابل واتش مثلا، نخش نفتح الابل واتش، نضغط دايركت داونلود، نفتح عليها، نضغط الاو، وتنزل عندنا هنا في برنامج الابل واتش اللي هو هذا البرنامج، نضغط عليه، نخش الاعدادات عام، ننزل تحت، نشوف بروفايل هنا، نثبت البروفايل، تثبت البروفايل خلاص تطفي ابل واتش وتشتغل، يقول لك حط رقم السر حق جوالك وحط رقم السر حق ابل واتش، اشتغلت. نخش الاعدادات عام، نخش التحديث هنا، نضغط على تحديث وتبدا تحدث ابل واتش. هذه الطريقه كلها. مثل ما نشوف الحين بعد ما خلصنا هذا اشتغل الجهاز، نخش الاعدادات عام، نخش هنا، نخش هنا، راح نشوف النسخه تطلع لنا شوي. انتظر شوي، انا النسخه التجريبيه اللي في جهازي هذا، لكن النسخه التجريبيه الاولى الحين بتحدث النسخه التجريبيه الثانيه. مثل ما نشوف بعد تطلع لي الحين، لان توي حاط البروفايل، فبنتظر تطلع. وبعدها خلاص البروفايل ده ما عندك، كل نسخه تنزل عندك راح يجي لك اشعار في جهازك وتحدثها. مثل ما نشوف النسخه التجريبيه تبي تحذفها بعدين، مثلا او السوفتوير نزل حق العامه، خلاص تقدر تحذفها وتنتظر لين ابل تنزل نسخه ثانيه لحق العامه او لحق الكل، مو بنسخه تجريبيه، وتحدث جهازك. واذا تميت تخلي البروفايل عندك موجود على طول هنا، راح تتمنت على النسخه التجريبيه، حتى لو انه نزل الاي او اس 13 حق العامه، ابل بعدين تنزل مثلا الاي او اس 13.1 لحق المطورين، بتجيك نسخه وتحدثها. اذا ما تبي له خلاص تحذفه من هنا وخلاص. طبعا تتم على المطورين الين ابل تنزل نسخه احدث من المطورين، ويجيك اشعار وتحدثها وترجع حق العامه، تصير يعني جهازك النظام حقه ثابت. فهذه الحركه وكل شيء، بس تحدث الحين وخلاص. طبعا على حسب حجم النسخه، هو على حسب الجهاز او النسخه اللي جاي منها انت. يعني مثل الاي او اس 12 جيت على الاي او اس 13 راح يكون نسخه اكبر. انا بما اني النسخه الاولى بحدث النسخه الثانيه، فمثل ما نشوف هنا ما بكبير الحجم. فمثل ما نشوف ايش مكتوب هنا، اي او اس 13 هنا شفته مكتوب ديفلوبر، شفته؟ هذا يعني مطورين، فانت بتنزل نسخه مطورين. جهازك اخترب، صار في شيء، انت المسؤول. اوكي، بس في نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع، اعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت، تهمني. السلام عليكم.